من مدينة اسطنبول نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. مركز عالمي للتكنولوجيا والاتصالات وموقع متقدم في الصناعات الدفاعية، هكذا هي تركيا اليوم، تقدم أسهم في تحقيقه موقعها الجيوسياسي، ولم تقف أمامه عراقيل السنوات الأخيرة من تبعات كورونا، مرورا بانعكاسات الأزمة العالمية إلى الزلزال المدمر الذي تسبب بخسائر في قطاع الصناعة بنحو 9 مليارات دولار. فأي واقع ينتظر هذه القطاعات في مئوية تركيا الجديدة؟ وكيف ستؤثر سياسات الرئيس ما بعد 28 من أيار مايو في مسار النمو؟ هذا ما سنسأل عنه ضيفنا المهندس المتخصص في القضايا التكنولوجية والصناعات الدفاعية الأستاذ يوسف أقبابة. أستاذ يوسف، أهلا بك معنا في هذه التغطية المباشرة من مدينة اسطنبول. وقبل أن نفصل في مجموعة من التقارير لدينا أيضا عن هذه التطورات في الصناعة والاقتصاد التركي، في تصريح سابق له يقول وزير الصناعة والتجارة التركي مصطفى ورناك أن تركيا تسعى لأن تصبح مطورا لجيل جديد من التكنولوجيا الحديثة. انطلاقا من هذا التصريح، أي مرحلة وصلتها تركيا على المستوى التكنولوجي؟ Türkiye öncelikle bütün izleyicilerinize buradan selam söylüyorum. Selamun aleyküm. بداية أحييكم أحييكم أحيي جميع مشاهدين قناة نادين. بالنسبة لتركيا في مجالات مختلفة من الناحية التكنولوجية تواصل استثماراتها وإنجاز مشاريعها الاستثمارية في مجال إدارة التكنولوجيا وخاصة الصناعات الدفاعية وفي شتى المجالات، مشاريع مستمرة طبعا. وهذه المشاريع ليست عبارة عن كإنتاج أو خط إنتاج، لا، هنا أيضا هناك تدريبات وتأهيل كوادر في هذا المجال. هناك مراكز علمية مثلا مؤهلة. وأيضا في تصريحاته السيد وارنوك أستاذ يوسف يقول أن تركيا تسعى أن تكون إحدى الدول الرائدة في الثورة الصناعية الرابعة كمطور وليس مجرد سوق مستهلك. اليوم ونحن في العام 2023، هل نجحت تركيا بالانتقال إلى هذه المرحلة؟ نحن بشكل خاص، يعني نحن تركيزنا حاليا نحتل المرتبة، يعني نحتل يعني مكانة خاصة بين 3 دول في العالم في تطوير المسيرات والمسيرات المسلحة والصناعات التكنولوجية الدفاعية. طبعا نحن في لنا مكانة في الدول 3 الأولى في العالم حاليا، ونحن أيضا والفضل يعود بذلك إلى الجهود التي تمتد عبر بداية الألفينات، مثلا منذ بداية الألفينات، وهذا لم يتحقق بين ليلة وضحاها مثلا. فإن صح التعبير وضعنا حجر الأساس لهذه النشاطات كلها في قرارات حاسمة اتخذناها في عام 2004، وأنجزنا الكثير من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال ووضعنا البنى التحتية المتطورة، وبالتالي وصلنا إلى مكان نتحلى بها، بأن يعني تركيا وإسرائيل وأمريكا حاليا 3 دول يعني في هذا المجال. نعم، على كل حال سأعود إليك لنكمل هذا النقاش. وبما أنه مشاهدينا نحن نتحدث عن الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد والدفاع في تركيا، تركيا شهدت تطور لافت في هذه القطاعات في السنوات الأخيرة، التفاصيل في هذا التقرير لعبد الله ضاهر. شهدت تركيا في السنوات الثلاثين الأخيرة تطورا اقتصاديا كبيرا مدعوما بخطط ومشروعات تنموية هدفها الرئيس كان جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع السياحي. فالقطاع السياحي وبالرغم مما واجهه من تحديات كبيرة كوباء كورونا والزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الشتاء الماضي، استطاع أن يحقق أرقاما قياسية لافتة إن كان بأعداد السياح أو الإيرادات المالية التي تحققت. فالسياحة التركية استطاعت جذب نحو 50 مليون سائح في العام الماضي بإجمالي إيرادات مالية بلغت نحو 36 مليار دولار مع مدة نمو تعد كبيرة جدا، لتؤكد السياحة أنها العمود الفقري لتركيا واقتصادها وقطاعاتها.
لهذا عملت الحكومات على تعزيز السياحة وتطوير مرافقها مع سعي حكومي إلى جعل السياحة على مدار العام صيفا وشتاء ووضع مدن على الخريطة السياحية لتحقيق الإنماء المتوازن. أيضا تسهم السياحة بعائدات مالية للخزانة تقدر بنحو 35 مليار دولار، ما يسهم بخفض معدل التضخم ويعزز من قيمة الليرة التركية أمام الدولار في ظل دخول عملة صعبة من جراء الانفاق السياحي. من السياحة إلى النفط، حيث تم الإعلان هذا العام عن أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ تركيا، حيث بلغت الاحتياطيات النفطية 371 مليون برميل مع بداية العام، فيما سجلت احتياطيات الغاز الطبيعي نحو 652 مليار قدم مكعبة بقيمة تبلغ نحو تريليون دولار. من المشروعات الاستراتيجية التي سعت إليها تركيا شراكة مع روسيا إنشاء محطة أكويو للطاقة النووية، وستعمل بقدرة 4800 ميجاوات وتبنيها شركة روساتوم الروسية، وهي أهم مشروع لموسكو وأنقرة لتعزيز التعاون بينهما. قبلها أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق أول قمر صناعي للمراقبة عالي الدقة، المنتج بإمكانات محلية ووطنية بزنة تبلغ 700 كيلوغرام. وشهدت الصناعات الدفاعية والعسكرية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ تضاعفت نسبة الإنتاج العسكري التركي من 20% إلى 80%. إذن مشاهدين، هي تطورات كثيرة وكبيرة شهدتها تركيا، ولكن كما ذكر ضيفنا أيضا أستاذ يوسف أقبابة، لم تكن يعني وليدة الصدفة أو منذ مدة قصيرة، هي نتاج عمل منذ ما يقرب من 20 عاما أو أكثر من 20 عاما. ولكن أستاذ يوسف، نلاحظ أن الشركات التكنولوجيا التركية شهدت ما يشبه الطفرة بعد عام 2018، ما السبب الذي دفع المستثمرين إلى صرف مليارات الدولارات في على هذه الشركات بعد عام 2018؟ Yani şöyle söyleyeyim, Türk savunma sanayi için belli kırılımlar var. بالنسبه ل الصناعات الدفاعيه في تركيا لها نقاط خاصه، مثلا انكسارات، يعني مثلا للحرب القبرصيه عام 74، ثم 2004، وكل ما ترونه الآن لها جذور طبعا تمتد عبر الماضي، بالتعاون مع الجهات الخارجية. لكن حاليا نحن بدأنا بإنتاج محلي بحت حاليا. عفوا أستاذ يوسف، سأعود إلى هذه النقطة لأسألك عنها، ولكن أنا كنت أسألك تحديدا هنا عن الشركات الخاصة الإلكترونية والتكنولوجية التركية. هذه الشركات بعد العام 2018 تم الاستثمار فيها أو حصل استثمارات فيها بمليارات الدولارات، ما الذي حصل ولماذا تم الاستثمار فيها؟ نتحدث هنا عن شركات تكنولوجية ونتحدث عن التجارة الإلكترونية في تركيا. التجارة ayrıca oyun şirketlerine de yatırım oldu Türkiye'de çok büyük miktarlarda yıllarda. بخصوص التجارة الإلكترونية، هناك برمجيات خاصة أيضا من تطوير محلي أيضا، ولكن الشركات الخاصة ودخولها في هذا المجال يعتبر من 2018 هو فتح الطريق طبعا، وتقديم التسهيلات وتقديم البنى التحتية لها طبعا، وهناك استثمارات، إنجاز مشاريع استثمارية من قبل المستثمرين الأتراك، وهنا هناك نتلقى طلبات من الآن من العرب السعودية ومن قطر ومن عمان، سلطنة عمان والبحرين، نتلقى طلبات منهم للمشاركة في، يعني لديهم رغبة في المشاركة في الصناعات الدفاعية في تركيا، فهم يسعون أو يريدون إنشاء شركات في هذا المجال مع الأتراك في تركيا. لافت أيضا أنه خلال جائحة كورونا أستاذ يوسف، بحسب الأرقام يعني الموجودة لدينا، ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في تركيا من 3% إلى أكثر من 10%. لماذا؟ ما الذي حصل في هذه المرحلة حتى يزداد هذا يعني تزداد هذه التجارة بهذا الحجم؟ التجارة pek alanım değil ama burada
بالنسبة للتجارة الإلكترونية، طبعا هذا ليس من تخصصي أنا شخصيا، لكن يمكن القول أن تركيا منذ فترة طويلة وهي تستثمر في هذا المجال. في البداية كنا نستعين من الصين، طبعا نستعين بالصين وببعض الشركات شبيهة بالشركات الأمريكية كما سبق وتم تأسيسها في تركيا، والثقافة كانت موجودة في هذا المجال يعني في تركيا، يعني سبيل المثال جاتر ويمك سفتي لإحضار الطعام ومجالات احترافية وفرص عمل، وهذا طبعا انتشر في جميع دول العالم هذه التجارة الإلكترونية. نعم. إلى أي مدى أيضا أستاذ يوسف، وأنت صحيح أنه لست متخصص بهذه الأمور بشكل خاص ومتخصص أكثر بأمور لها علاقة بالصناعات الدفاعية، ولكن نريد أن نستفيد من وجودك معنا لأنه أيضا هذا موضوع هام. إلى أي مدى عدم وجود شركات عالمية في قطاع الإلكتروني أدى إلى انتشار الشركات الخاصة وتوسعها في تركيا؟ لاحظ معي أنه أمازون لم تتمكن من التوسع في تركيا، وأيضا شركة إيباي لم تتمكن من التوسع. عدم وجود أو قدرة هذه الشركات العالمية على التوسع في تركيا، إلى أي مدى ساعد القطاع الخاص التركي بأن يتوسع أكثر؟ Yani şöyle bir durum var. Yani zaten Amazon gibi ya da diğer büyük şirketlerin هناك حالة يعني كشركات العالمية العملاقة كأمازون مثلا، هذه كانت إذا في تركيا أصبح هناك شركات منافسة لها في تركيا، فإذا هناك شركات محلية طالما الشركة المحلية المنافسة موجودة فلا داعي للشركات الأمريكية أو الشركات الأخرى أن تأتي إلى تركيا وتعمل. هناك صعوبة طبعا لأن هناك محلي، لا تنسوا أن تركيا لها سوق لها متغيراتها الخاصة بها، يعني يعني من حيث مواكبة العصر ومواكبة التطورات ومواكبة ما يجري حولنا. في تركيا نحن لدينا مهارة سريعة في الالتقاط بهذا المجال، فهذه شكل تسكن صعوبة في دخول شركات أجنبية إلينا. طيب أستاذ يوسف، في بداية هذه الحلقة حضرتك ذكرت أن هذا التطور الذي وصلت إليه تركيا هو لم يكن وليد الصدفة أو لم يحصل هكذا يعني بغمضة عين إذا صح التعبير، إنما هو نتيجة تراكم عمل. نريد أن نسألك الآن عن هذه المراحل، يعني ما هي المراحل التي مرت بها التكنولوجيا التركية هذه التجارة الإلكترونية حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم؟ تركيا قبل كل سنة يمكن أن نضرب مثال بموضوع الصناعات الدفاعية مثلا ببداية سنة 1974 في الحرب القبرصية تعرضت تركيا للحصار وفرض عقوبات وما شابه ذلك، فاضطر الشعب من التبرع من جيبه من نفقاته للقوات المسلحة، تم تأسيس وقف جمعية خاصة لتعزيز القوات المسلحة، وتم تأسيس شركات معامل دفاعية إلكترونية، يعني معامل الصواريخ، معامل الإلكترونيات العسكرية، يعني تم تأسيس أكثر من 4-5 شركات ومؤسسات حكومية، وهذه المؤسسات تطورت حتى اليوم وسجلت قفزات وتشكل ثقافة من هذا النوع. نعم حاليا لاحظنا أيضا أستاذ يوسف أن تركيا مؤخرا دخلت مجال الفضاء، وهي أجرت في نيسان الماضي يعني الشهر الماضي مهرجان نكتوفست لتكنولوجيا الطيران والفضاء. أريد أن نفهم منك أيضا أين تتموقع تركيا في هذا المجال على مستوى الفضاء؟ بالنسبة للملاحة الجوية والفضاء والتكنولوجيات المسيرات الطائرات بدون طيار مثلا، نحن سجلنا قفزات وتطورات، ولدينا أيضا مسيرات مسلحة، لكن بالطائرات المقاتلة مثلا لدينا مشاريع لإنتاج طائرات محلية الصنع لمقاتلات يعني من أجيال الجيل الجديد. فبمجال الأمور الجوية الملاحة الجوية والفضائية أيضا
نعتبر أنفسنا في البداية لسنا متخلفين، لكن في بداية الأمر يعني، ولا شك أننا لدينا عزم لتسجيل قفزات يعني في هذا المجال. هدفنا حاليا هدفنا كإطلاق أقمار صناعية تركية بصواريخ تركية يعني محلية الصناع تماما، وبعد ذلك يمكننا أن نشحن إلى الفضاء بصواريخنا، طبعا أن نشحن إلى الفضاء المستلزمات اللازمة بين في الأقمار. يعني قبل 3 أيام السيد إسماعيل دمير مستشار الصناعات الدفاعية رئيس الصناعات الدفاعية وأكد بأننا سنعزز المراكز هذه الأمور ولرفع لإطلاق شحن طبعا الى الفضاء بما في الاقمار الصناعيه لانتاج صواريخ تحمل هذه الشحنات طبعا. فايضا هناك مبادرات فضائيه نواصل العمل بها طبعا، وسنواصل انتاج مثلا الاقمار الصناعيه، وايضا لانتاج مراكب للتنقل في الفضاء حتى عام 2000 او نهايه 2027 القادم. مثلا سنصل الى 80 قمر صناعي خاص بنا في الفضاء. ولكن هذه الصواريخ التي تحدثت عنها لنقل هذه الاقمار الصناعيه استاذ يوسف، هل تركيا تملك القدرة، تملك التكنولوجيا لتصنيعها هنا في البلاد؟ يعني لدينا شركتان هنا، شركة روكيت سان يعني شركة إنتاج الصواريخ والقاذفات، هذه الشركة معروفة طبعا تنتج ولديها صواريخ باليستية عبر القارات مثلا لمدايات مختلفة. لدينا هذه الصواريخ تنتج من قبل هذه الشركة، ولدينا شركة أخرى شركة دلتا أيضا مختصة بالمحركات الخاصة بهذه الصواريخ، وهي لديها القدرات الكافية طبعا لإنتاج هكذا الصواريخ بمحركاتها. دلتا في اسم الشركة طبعا، وهذه شركة فاعلة ولديها القدرات اللازمة لذلك. نعم، في بداية هذا العام أستاذ يوسف أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية القرن الثاني للجمهورية، هكذا سماها. من أبرز المحاور في هذه الرؤية هي موضوع الصناعات الدفاعية والعسكرية. ما هو شكل هذه الرؤية على مستوى الصناعات الدفاعية والعسكرية التي وضعها الرئيس أردوغان في رؤية القرن الثاني للجمهورية؟ أكبر هدف هو بالصناعات الدفاعية هو زيادة الصادرات، أن تكون تركيا بلدا مصدرا، يعني سنصدر 80% من منتجاتنا إلى الخارج إلى العالم، وتطوير البنى التحتية أيضا، يعني أن تكون لنا كلمة وأن يكون لنا وزن خارج في الخارج في العالم في إطار منظم بكل معنى الكلمة. ولدينا هدف آخر أيضا أن إلى 15 مليار دولار، يعني صادرات بحجم 15 مليار دولار، وعقد شراكات إنجاز مشاريع مشتركة مع الجهات الأخرى الصديقة وخاصة الدول الإسلامية. هذا من المنتظر يعني بالفهم التركية، هذه كلها موجودة في رؤية القرن الثاني طبعا لتركيا. ولدينا مثال آخر هنا بالنسبة لتركيا اليوم مثلا ومع الدول الإسلامية الصديقة، يعني شبكة تموضعية مشتركة بين تركيا والدول الإسلامية من الناحية الإلكترونية، يعني فكنظام إدارة المعطيات بمعنى شبكة موحدة للمعطيات. يعني هناك يعني معظم الدول العربية تحصل على هذه التكنولوجيات من الدول الغربية، فنحن مستعدون لإنتاج هذه المعطيات وهذه المنتجات وتعميمها للشرق الأوسط أيضا. فتركيا تسير نحو هذا المسار بما فيه إنتاج السفن الحربية والطائرات الحربية والدبابات أيضا، ونحن لسنا يعني مضطرين للآخرين، نحن إنتاج محلي بحت بكل معنى الكلمة. نعم، ولكن أستاذ يوسف تذكر حصل أزمة بخصوص طائرات F-22 مع الولايات المتحدة
الأمريكية. مثل هكذا تأزم في العلاقات له علاقة بالجانب العسكري بموضوع الطائرات الحربية F-22، هل يؤثر على الصناعات العسكرية التركية أم أنه قد يدفع تركيا لابتكار ما هو جديد من أجل تخطي هذه العقبات؟ وهنا على مستوى الشراكات العسكرية، هل يمكن القول أن تركيا أيضا في هذه الأيام تذهب أكثر باتجاه روسيا من اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالنسبة للسؤال الأول، طبعا تركيا هناك يعني حصار وعقوبات تفرض على تركيا، فلولا هذه الأمور لما كانت تركيا ربما كانت تراوح في مكانها وتستورد من الآخرين، لكن هذه العقوبات والحصار كلها فرضت على تركيا أن تنتج بنفسها، فلذلك قطعنا أشواط كبيرة في هذا المجال نحن، فهناك حصار وعقوبات من قبل أمريكا مثلا تفرض الحظر وتلجأ إلى بعض الإرجاءات أو التأخير ببعض المستلزمات، فإذا نحن نثبت للعالم أننا بإمكاننا أن نفعل ذلك مثلا، وأيضا سبق وشاهدنا مع ألمانيا بخصوص الدبابات، فنحن لجأنا لإنتاج دبابات أطلقنا عليه اسم دبابات ألتاي نتيجة امتناع ألمانيا بإعطاء بعض الأمور إلينا. وأيضا مثال آخر عذرا على الإطالة، طبعا مثلا دبابات ألتاي لو أخذنا المحركات من ألمانيا مثلا لكنا نعاني من أمور أخرى مثلا، لأن كنا نبقى ملتزمين أن مديادنا لألمانيا كي تعطي لنا المحركات مثلا، لكن اليوم نحن من المحرك ومن الأمور الأخرى كلها من إنتاج محلي حاليا دبابات ألتاي، فهذا شيء مهم بالنسبة لنا. وبالنسبة للسؤال الثاني، أن تركيا اليوم بالنسبة لروسيا ليس تقاربا تركيا روسيا، يعني إذا أطلقنا عليه التسمية ليس تقاربا، فهناك صعوبة في التعامل مع الغرب. مثلا في ليبيا تركيا وروسيا تتضاربان مثلا، وفي سوريا أيضا، وفي أذربيجان أيضا، يعني وفي أوكرانيا، يعني تركيا وروسيا طبعا تواجهان بعضهم البعض في كل هذه الأماكن. وعلى الرغم من ذلك لا يوجد هناك بلد آخر مثل تركيا تواجه روسيا في كثير من الأماكن في العالم مثلا. فمنذ العام 1700 القرن الثامن عشر وحتى اليوم تركيا مثلا وروسيا، تركيا مهددة من الشمال منذ الماضي، يعني هذا شيء واضح. فنحن أيضا علينا أحيانا نضطر أحيانا لانتهاك سياسة قائمة على الاتزان أو التوازن مع روسيا، فالغرب لا يفهم ذلك طبعا، لا يدرك ذلك، هذه له جذور تاريخية أيضا. فبموضوع الغاز مثلا تركيا مضطرة تعتمد على روسيا بموضوع الغاز الطبيعي، وبالنسبة لروسيا طبعا يعني طبعا فلا بد من التعاطف مع روسيا، لا يجوز قطع العلاقات مع روسيا، لا ربما يكون الأمر أجود من علاقات مع أمريكا. هو صحيح أيضا حصل ما يشبه الصدام في بعض الأماكن وبعض الساحات أستاذ يوسف بين تركيا وروسيا، ولكن أيضا الملاحظ التناغم ما بين الرئيسين رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأيضا الاتفاق مؤخرا حول سوريا، ولاحظنا الاتفاق في موضوع الحبوب، ولاحظنا موضوع S-400، ولاحظنا أيضا خلافهم هم الاثنين مع الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ يوسف أقبابة ستبقى معنا، ولكن اسمح لنا هنا أيضا أن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي مجددا مشاهدينا. كما يرى الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تركيا في هذه الجولة مع الزميلة في الميادين أونلاين نادين عباس؟ إليك نادين. مرحبا عبد الرحمن، حقيقة ما يتم التفاعل معه على أرض الواقع لا يختلف كثيرا عن الساحة الافتراضية في تركيا، واليوم ركزنا على قطاع الصناعة والتطور العلمي في تركيا. نبدأ هذه الجولة من الصناعة في تركيا التي مرت بمراحل
متطورة حققت من خلالها البلاد رقما قياسيا في قيمة صادراتها الصناعية، وخفضت كذلك الاعتماد على الصناعات الأجنبية المستوردة. سلسلة تغريدات نشرها معهد الإحصاء التركي حول هذا الموضوع، وأشار المعهد إلى أن مؤشر الثقة باقتصاد البلاد حقق أعلى مستوياته منذ تموز يوليو عام 2018 ببلوغه 91.1 في أيار مايو الجاري. وفي السياق نفسه أيضا أوضحت هذه التغريدة أن شركة أوياك رينو لصناعة السيارات في تركيا عززت قوتها من خلال 140 علامة تجارية في 24 دولة، من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث من أكبر 10 مؤسسات صناعية في تركيا تحت سقف أوياك. ننتقل إلى قطاع التعليم الذي تحاول تركيا بشتى الطرق تطويره من خلال تقديم مزيد من الدعم المالي واللوجستي، ومن خلال أيضا استراتيجيات دعم حكومية تهدف إلى تطوير البحث العلمي في تركيا. ومنذ ساعات تفاعل المغردون مع هذا الخبر، حيث حقق الطلاب الأتراك المشاركون في مسابقة دولية للعلوم والهندسة نجاحا تاريخيا على حد تعبيرهم، وحتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غرد حول هذا الموضوع وقال: أهنئ أطفالنا بصدق على نجاحهم الكبير وأقبل كل واحد منهم في عيونه. أما في مجال التطور الدفاعي، فقد تفاعل المغردون مع هذا الخبر الذي تحدثت عنه مواقع تركية عدة، وهو نجاح تركيا في إطلاق صاروخ كروز من طائرة مسيرة، وذلك لأول مرة في العالم على حد تعبيرهم. ومن ضمن الأخبار أيضا التي رصدناها والتي بدأ التفاعل معها، هو استعداد شركات الصناعية الدفاعية التركية لمشاركة قوية في معرض لانكاو الدولي للملاحة والفضاء ليما عام 2023. ووفق ما نشر، فإن هذا المعرض الذي يعد الأكبر والأوسع من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشارك فيه تركيا للمرة الثانية على التوالي منذ انطلاقه، ولأول مرة عام 1991. وكما تشارك في المعرض المذكور 18 شركة صناعية دفاعية تركية، إلى جانب مشاركة رسمية من قبل هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية واتحاد مصدري الصناعات الدفاعية والجوية التركية. عودة إليك عبد الرحمن. شكرا لك نادين، وللزملاء أيضا في الميادين أونلاين على هذا الرصد لمواقع التواصل الاجتماعي التركية. نذكر مشاهدينا دائما بأن الميادين في تغطيتها عبر الشاشة هي أيضا تغطي هذه الانتخابات الرئاسية التركية في جولتها الثانية عبر الميادين أونلاين، عبر صفحات الميادين في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام، عبر تطبيق الميادين في التليجرام للأخبار العاجلة، عبر أيضا البث المباشر على اليوتيوب الميادين لايف أو الميادين مباشر، وعبر موقع الميادين الميادين دوت نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. أستاذ يوسف، قبل أن أذهب إلى فاصل أريد أن أسألك سؤال عن ما ذكرته الزميلة نادين عباس قبل قليل بموضوع إطلاق صاروخ كروز من طائرة مسيرة، كما يتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يقال بأنه للمرة الأولى يحصل. هل فعلا حصل هذا الشيء؟ تمكنت تركيا من مثل هكذا خطوة؟ Evet, yani Türkiye şu an dünyanın hatta bazı tabii la şak yani Türkiye اليوم مثلا لدينا الدرونات ايضا والطائرات المسيره والمسيرات المسلحه ايضا بدون مبالغه. يعني تركيا اليوم لها مكانه خاصه في تكنولوجيات وانتاج تكنولوجيات المسيرات وبما فيها المسلحه من ثلاث بلدان يعني هنا في العالم، ونحن احدى هذه الدول. وإذا نحن نواصل تطوير هذه المجالات. تركيا لأول مرة قامت بتطبيق المسيرات، مثلا استعانت بالمسيرات في سوريا، وأيضا قضينا طبعا على كثير من الأهداف التابعة للإرهابيين. لكن هنا أنا مثلا نستعين بالمسيرات المسلحة دائما، والتي تحرز إنجازات كبيرة ونجاحات كبيرة فعلا، فأصبح لنا مكانة هامة في العالم وبنجاح. وكما تعرفون في الحرب الأذربيجانية الأرمنية أيضا كانت المسيرات لها دور، وفي أوكرانيا أيضا المسيرات التركية المسلحة أيضا كان لها دور كما تعرفون.
وهناك تسميات مختلفة كأكنجي وكزل إلما بمعنى التفاح الأحمر كأطباق تسميات للمسيرات. فهناك مسيرات مسلحة تصطاد المسيرات الأخرى بالجو، مثلا مسيرة تصطاد مسيرة أخرى. إذا وإذا نواصل الإنتاج مقاتلات بدون طيار، ف2024 سنبدأ بتسليم المسيرات العملاقة المسلحة كزل إلما يعني التفاحة الحمراء بمعنى، وتي في 3 أيضا من المسيرات العملياتية. هنا التركيز على المسيرات، لكن هناك يعني هناك أيضا سفن بدون إنسان بدون بشر، يعني مسيرات بحرية بمعنى عائمة فهجومية طبعا. أستاذ يوسف أنا سأسألك عن هذه النقاط، هذه المسيرات البحرية، أعتذر على مقاطعتك، سأسألك عن المسيرات البحرية، سأسألك عن المسيرات الجوية، سأسألك أيضا إلى أي مدى بات يشكل قطاع الصناعة والدفاع اليوم في تركيا مورد هام للخزينة التركية، لأنه أرقام لدينا أيضا تقدر بمليارات الدولارات. ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا أبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء إلى هذه التغطية مباشرة من مدينة اسطنبول التركية، والتي تأتي في إطار تغطية الميادين تركيا بوسفور الانتخابات. نذكر مشاهدينا بعنوان هذه التغطية، نتحدث فيها اليوم عن التطور التكنولوجي، عن التجارة الإلكترونية، وعن التطور في الصناعة العسكرية والدفاعية هنا في تركيا. معنا الضيف الأستاذ يوسف أقبابة المتخصص في الصناعات الدفاعية، وتنضم إلينا الآن أو ينضم إلينا الآن شبكة مراسلي الميادين وتحديدا فرع عمر من يلاوة، ومعنا فاطمة قاسم من مدينة اسطنبول حيث نتواجد أيضا نحن. ولكن سأبدأ معك فاطمة، أنت متواجدة أمام البارجة الحربية في مدينة اسطنبول في تركيا، إلى أي مدى قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية هو من الملفات الهامة، ولأي مدى شكل مادة بين المتنافسين في هذه الانتخابات؟ عبد الرحمن، من الواضح أن هذا الملف، ملف الصناعات العسكرية والدفاعية، فرض نفسه بقوة على المشهد في هذا التوقيت بالذات قبل الانتخابات في 14 من مايو، وقبل جولة الإعادة في ضمن الحملات الدعائية في وقت الانتخابات التي جرت، وذلك من خلال إعلان الحكومة بقيادة رجب طيب أردوغان عن الإنجازات الكبيرة والضخمة التي تحققت في إطار هذا القطاع، الذي يتقاطع هذا القطاع مع السياسة والاقتصاد ومختلف مناحي الدولة. حكومة العدالة والتنمية، الحكومة التركية، تحاول تطوير هذا القطاع الذي يشمل الكثير، مثل الطائرات المسيرة والمنصات البحرية والمدرعات البرية والبحرية، وأيضا كل ما يتعلق بالحرب الإلكترونية. يقول ضمن ذلك، يقول الرئيس رجب طيب أردوغان أنه تطوير هذا القطاع، قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، هو يغير قواعد اللعبة في تركيا مع هذا التطور الذي شهدته السنوات الأخيرة. يوجد الكثير من الشركات ضمن الإحصاءات التي تابعناها وتقصينا عنها، يوجد 7 شركات متخصصة تركية في هذا المجال، باتت من ضمن أكبر أو من ضمن قائمة 100 شركة المتخصصة الأفضل في العالم. عبد الرحمن، إذا أردنا أن نتحدث عن نبذة في هذا الإطار، ما قصة هذه البارزة أيضا فاطمة هذه من الصناعات خلفك لو سمحتي؟ نعم، هذه البارجة هي سفينة الأناضول، هي موجودة هنا في هذا الشاطئ سيراي برونو، تم افتتاحها، تدشينها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان،
افتتحت ضمن ترسانة الجيش التركي بمراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان. يبلغ طول حاملة الطائرات هذا تي سي جي أناضول 231 مترا وعرضها 32 مترا، تستطيع حمل 13 دبابات و27 مركبة برمائية مدرعة وست ناقلات جنود و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة. وأيضا تستطيع استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكن أن تحمل 19 مروحية أو 30 أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها لطاقم قوامه 1223. دخول سفينة الأناضول كأول حاملة للطائرات المسيرة عالميا الخدمة، قال أردوغان إنها تتمتع بمواصفات ستمكن تركيا عند الضرورة بالقيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان في العالم، ويعول على أن ذلك سيجعل تركيا دولة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول، التي يركز أيضا أنها ستغير قواعد اللعبة في العالم. هناك الكثير عبد الرحمن من المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية التي تفخر بها وأعلنت عن إنجازاتها الحكومة خلال الفترة الماضية، منها المقاتلة الجوية أيضا قاآن والمقاتلة الجوية محلية الصنع حورجيت التي أيضا تعد إنجازا مهما بالنسبة لتركيا. وبذلك يكون أردوغان قد وفى بتعهداته بأنه حقق الاستقلال الاستراتيجي الذي تم الوعد به عبد الرحمن من خلال بدء تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001. تاريخيا تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية في تركيا بدأ ذروته منذ عام 2001 حين استلم حزب العدالة والتنمية، حيث تعهد بتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. بدأ بالصناعات الصغيرة، ثم بدأ بتشجيع على الصناعات الثقيلة وصولا إلى الصناعات العسكرية، وخلال عدة سنوات باتت تركيا من أفضل المصنعين للطائرات المسيرة، الطائرات من دون طيار. تجدر الإشارة إلى أن تركيا وهذا كانت فاطمة ما كنا نسأل عنه قبل قليل الأسلحة الأمريكية. الأستاذ يوسف أقبابة ثم تفضلي. نعم، كانت ثالث أكبر مشتري للأسلحة الأمريكية قبل أن تتراجع إلى المرتبة 19 حول العالم، وذلك في تحقيق لما أراده أو أرادته الحكومة التركية مذاك. هنا أعود أستاذ يوسف أقبابة قبل أن أذهب للزميلة فرح عمر في يلا، وأيضا فرح موجودة أمام شركة توك للسيارات، سنسألها بعد قليل أيضا عن هذه الشركة. ولكن أستاذ يوسف أقبابة، هناك نقطة هامة ذكرتها فاطمة قاسم قبل قليل، هو موضوع تعلق القطاع الصناعي الدفاعي العسكري بموضوع سياسي في البلاد، لأنه هذا ملف أيضا تم استخدامه بالانتخابات الرئاسية الحالية. إلى أي مدى الوضع السياسي يؤثر في موضوع الصناعات الدفاعية والعسكرية في البلاد؟ Bizim sektörümüzün şöyle bir özelliği var. Devletle yani هذا القطاع له يعني يتميز بشيء معين. يعني له ميزة يعني هذا القطاع الأول الذي يتداخل مع الحكومة مع الدولة. يعني لا يمكنك أن تنجز شيء، أن تسجل خطوة دون موافقة الدولة. لا يمكنك أن تبيع دون موافقة الدولة. فإذا لذلك هذا القطاع، قطاع الصناعات الدفاعية، هو ضمن السياسة بحد ذاته، يعني ضمن السياسة القطاع متداخل مع السياسة. وإلا عبارة عن أضغاث وأحلام يبقى الموضوع يعني. لكن هناك استثمار، فالحكومة حكومة العدالة والتنمية والسيد الرئيس له استثمارات كبيرة يعني، بإعاز منه طبعا هناك جهود مبذولة يعني، وهذه كل هذه الجهود لها مخرجات، وكل الساسة طبعا يعني يسعون للافتخار والشعور بالفخر والاعتزاز من هذه المنجزات، لأن تركيا مرت من مراحل عصيبة في الحرب القبرصية مثلا.
حاليا انا بالنسبه لي انا اعتبر ان نقطه 2004 هي نقطه الميلاد. يعني السيد رئيس اردوغان كان رئيس الوزراء، طبعا كان رئيس وزراء وقدم وعود انذاك اننا سنلجا الى تعزيز انفسنا في الداخل كي لا نعتمد على الخارج. وإذن عقدنا شراكه في بدء الامر، عقدنا شراكه مع الاسبان لتلبيه احتياجات تركيا في الصناعات الدفاعيه مثلا، وبعد ذلك هذه في كمرحله اولى انجزناها. وكان الهدف هنا صناعه سفينه برمائيه للانزال البحري، وبعد ذلك طورنا الامور لانتاج محلي بحت، وصلنا الى هذه النقطه لتطوير، وصلنا الى انتاج هذه حاملة المسيرات وحاملة المروحيات التي تحدثت عنها مراسلاتكم. نعم، فإذا تصور 50 هذه الحاملة يمكنها أن تحمل 50 مروحية ومسيرات. يعني أيضا سابقا كنا نزرع ونحصد، إذا بدأنا نحصد ونجني ثمار تلك الجهود التي بذلناها في الماضي. وتركيا يعني شيء طبيعي أن تستخدم تركيا هذه الأمور في السياسة وإلا لا. ومن موضوع صناعة الدفاعية والعسكرية مشاهدين، ومن مدينة اسطنبول إلى يلاوة، والزميلة فرع عمر المتواجدة أمام شركة توك للسيارات، أول سيارة تركية تعمل بالطاقة النظيفة أنتجتها هذه الشركة. يا فرح، ما الخصائص التي تتمتع بها هذه السيارة، وماذا عن أبرز الصناعات المحلية التركية على مستوى التكنولوجيا؟ نعم عبد الرحمن، كما ذكرت شركة توك للسيارات التركية أنتجت أول سيارة تركية كهربائية محلية الصنع، من كان من ناحية يعني الكادر البشري الذي عمل فيها هم من الأتراك، وأيضا من المواد التي استخدمت في صناعة هذه السيارة، إذ أن 51% من هذه المواد هي أيضا محلية الصنع هنا في تركيا، وتعمل وزارة الصناعة على رفعها إلى 61% في السنوات المقبلة. هذه الشركة وأيضا السيارة التي أنتجتها لاقت رواجا كبيرا إن كان في الداخل التركي أو حتى في العالم، إذ أنه يعني بدأ إنتاجها أو تم إنتاجها في 29 تشرين الأول عام 2022، ولكنها دخلت في العمل فعليا في أذار مارس الماضي، حيث أنها خضعت للعديد من الاختبارات، إن كان في اختبارات سلامة القيادة وأيضا اختبارات السرعة، وحتى أنها خضعت لاختبارات في ظروف قاسية جدا بلغت فيها درجة حرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر. أما فيما يتعلق بالطريقة التي صممت فيها هذه السيارة، هي طريقة فريدة من نوعها وعصرية جدا، حتى أنها تشبه ثقافة الأناضول إذا صح التعبير، لأنه تم طبع زخارف نباتية، هذه الزخارف النباتية التي تدل على الحقبة العثمانية على السيارة والعجلات فيها، في دلالة على أنها تم صنعها في تركيا. وأيضا في سياق آخر، الألوان التي تم صنع السيارة منها هي ألوان تركيا كما أطلق عليها، ولكل لون دلالة رمزية في تركيا عنه. دعني أستعرضها بشكل سريع، الأزرق هو لون المياه في منطقة جملك في بورصة، وأيضا اللون الأحمر يحمل اسم الأناضول كناية للون الود والعاطفة لأراضي منطقة الأناضول، أما اللون الثالث فهو اللون الأسود ويمثل اسم حجر الكهرمان الأسود، اللون الرابع هو الرمادي ويحمل اسم قولة كناية لمنطقة قولة الشهيرة بصخورها ووديانها الرمادية، اللون الخامس هو اللون الرملي ويحمل اسم كابادوكيا وكناية للون الأرض والمواقع الأثرية فيها، واللون السادس هو اللون الأبيض ويحمل اسم بامق قلعة كناية لصخور الكلسية في قلعة بامق في مدينة دنزدي. هذه أبرز الألوان التي صنعت منها السيارة. أما فيما يتعلق بالمواصفات، هي مواصفات عالمية فعليا، هذه السيارة هي بمواصفات يعني صديقة للبيئة، وأيضا تتمتع بنظام رقمي متطور جدا يستخدم الخوارزميات لمعرفة أو لتعريف السائق بالمناطق وإعطائه المعلومات عنها، وأيضا لديه أنظمة رقمية تسمح بالقيادة الذاتية لتخفيف العبء على السائق عفوا. وتهدف الشركة إلى أن تصل إلى مرحلة تستطيع فيها إنتاج حوالي 175 ألف سيارة سنويا، لأن
قدرتها الحالية الآن هي تستطيع فقط إنتاج 20,000 سيارة سنويا، ولكن الطلب كبير على هذه السيارة المحلية الصنع الذي ناهز 170,000 طلب حاليا للحصول على هذه السيارة، وكان أول من حصل عليها هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته، وأيضا الوزراء في الحكومة حكومة أردوغان حصلوا على هذه السيارة، وفي تشجيع في محاولة تشجيع على هذه الصناعة المحلية، لأن تركيا تسعى إلى يعني إعطاء نفسها مكانة في التجارة العالمية وأيضا في الصناعة العالمية، وهي تهدف إلى تصدير هذه السيارة بدءا من عام 2025. وفيما يتعلق أيضا بالصناعات المحلية، كان بارزا القمر الصناعي إمجي الذي أطلقته تركيا من قاعدة الولايات المتحدة في أذار مارس الماضي، أيضا هذا القمر الصناعي الأول لتركيا، وهو يستطيع أن يلتقط الصور في جميع أنحاء العالم متخطيا الحدود الجغرافية. ومن هذه الصناعات تهدف تركيا إلى أن تحتل مكانة عالمية ومتقدمة جدا في الصناعات المحلية. عبد الرحمن. نعم، شكرا جزيلا لك فرع عمر، كنت معنا من يلاوة، وشكرا أيضا لفاطمة قاسم كانت معنا من مدينة اسطنبول. سؤال أخير لك أستاذ يوسف أقبابة، تركيا على مستوى المسيرات الجوية ومستوى المسيرات البحرية، كيف وصلت إلى هذا المستوى، وهل استعانت بخبرات من دول أخرى استفادت من خلالها لتصل إلى هذه المرتبة؟ Türkiye'de bir deyim vardır. Sütten ağzı yanan Bilmiyorum. yoğurdu üfleyerek. هناك قول مأثور في تركيا. يعني يقال انه لماذا تنفخ على الحليب، وقال كاويني اللبن عفوا كاويني حليب، بمعنى نفس المثل موجود لدينا، يعني سبق و واحترق لساننا وفي افواهنا طبعا، فلذلك نحن لجأنا الى النفخ على الحليب، وإذا لجأنا إلى أنفسنا تماما وقمنا بإنجاز مشاريع استثمارية كثيرة بهذا المجال. مثلا في الحرب العالمية الأولى الإنجليز، مثلا الإنجليز في العهد العثماني طبعا هم أخذوا الأموال النقدية من العثمانيين ولم يعطوا الأسلحة أو السفن، بمعنى هذا طبعا لها علاقة بالإرادة. يعني نحن اليوم السلطة عندما تلجأ إلى إنجاز مشاريع استثمارية تفرض وزنها على العالم وتثبت وجودها في هذا المجال، ونحن اليوم فالصناعات الدفاعية هنا مقترنة ومرهونة بدعم سياسي من قبل الدولة، وهذا ما تفعله تركيا اليوم. يعني السلطة تفكر ببلادها، ومثلا لا يقول يعني لا نكتفي، دعني ابني علاقات جيده مع امريكا واخذ منها واشتري منها، او اشتري من الصين او اخذ من، لا نحن لجأنا الى نحن فكرنا بمصير بلدنا استقلاليه كامله، هذا من الناحيه التجاريه ايضا، وسيكون لنا وزن، وانجزنا المشاريع بهذا المجال واهلنا الكوادر ونواصل تاهيل كوادرنا في هذا المجال. شكرا، ووصلني لهذه النقطة. أشكرك جزيل الشكر المتخصص بالصناعات الدفاعية الأستاذ يوسف أقبابة على وجودك معنا اليوم في هذه التغطية مباشرة من مدينة اسطنبول. مشاهدينا، ختام هذه التغطية مع كواليس هذه التغطية من تركيا. أو قبل ذلك، إذا مشاهدينا، هناك تقرير للزميل أحمد فحص عن الكتب والمستعملة والمخطوطات المصغرة والنادرة ومراجع في الدين والفلسفة والمنطق، كلها في سوق صحفلار، جولة في هذا البازار الفريد من حيث محتوياته مع أحمد فحص. صحفلار تشرشيسي أو بازار صحفلار من أقدم الأسواق وأشهرها في إسطنبول. يعود تاريخه للقرن الخامس عشر منذ العصور البيزنطية، كان مركزا أدبيا شهيرا لفترات الحكم العثماني. سمي بسوق الصحفيين لأهميته في العصور الماضية، فكان يزوره الكتاب والشعراء والوزراء أيضا. تجد تمثالا يتوسط السوق لكاتب باسم إبراهيم متفرقة، وهو أول من كتب كتابا وتم طبعه في تركيا. يقع السوق إلى جانب مسجد بيازيد الشهير.
يشتهر السوق في بيع الكتب المستعملة إلى جانب المخطوطات المصغرة والنادرة والتي كانت تدرس في العديد من المدارس الدينية. والآن مشاهدينا إلى كواليس تغطية الانتخابات التركية. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه التغطية قدمناها لكم مباشرة من مدينة إسطنبول التركية. شكرا دائما لكم للمتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين بشبكة الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.